من صياغة ورقة طريق للخروج من الوضع الاقتصادي الحالي عقب انهيار أسعار النفط وتراجع المداخيل المتتالية من الجبائية البترولية عقب المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. لقاء مع الحكومة صبيحة اليوم، مائدة مستديرة حول الرهانات التي تواجه الاقتصاد الجزائري في ظل الوضعية الحالية لسوق النفط الدولية، وذلك بحضور عدد من الخبراء الوطنيين والدوليين. ويأتي اجتماع المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي الحكومة في ظل مواجهة الدولة لإقرار سياسة تقشفية، وهو ما استدعى بالحكومة لاتخاذ إجراءات في قانون المالية التكميلية 2015 وتشريع قوانين جديدة وتعديل أخرى لكي تتماشى مع الظرف الراهن، خاصة وأنها تعول كثيرا على إنقاذ الاقتصاد الجزائري من خلال فتح المجال أكثر نحو الاستثمار وتشجيع قطاعات أخرى غير المحروقات. ولمزيد من التفاصيل نحاول ربط الاتصال بمحمد سعدوي. أهلا بك محمد. أهلا زميلي بلال. محمد، اليوم عقد المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي بالوزير الأول مع خبراء اقتصاديين، ماذا نتج عن هذا الاجتماع محمد؟ هي حقيقة الاجتماع في بدايته جاء بعنوان تحدي القدرة على المقاومة وحتمية بروز الاقتصاد الجزائري. وجاء جملة اعترافية رأي الخبراء، أي أن هذا الاجتماع سيكون للحكومة لكي تستمع الخبراء لآرائهم ورؤاهم حول ما هو قادم، خاصة في ظل انهيار أسعار النفط الذي من المتوقع أن تدوم لسنين ربما 3 أو 4 سنين قادمة. نعم. طيب محمد، في السابق بعض الوزراء وحتى حكومة سلال قد نصت على بعض القوانين الجديدة من أجل رفع الاستثمار في الجزائر وربما الابتعاد من السياسة التقشفية والصعود والنهوض بالاقتصاد الوطني، إلا أننا لحد الآن لم نرى أي شيء. هل حقيقة الحكومة الجزائرية ستأخذ بعين الاعتبار ما سيطرحه أو بعض الحلول التي سيطرحها الخبراء الاقتصاديون اليوم؟ هو في خطابه الوزير الأول مبقري أشار إلى ذلك، بل أكد على ذلك بأنهم هنا للاستماع إلى الخبراء والأخذ برؤاهم، خاصة وأننا إذا لاحظنا في قانون المالية التكميلي كان في توصيات من خبراء ومن منتدى رؤساء المؤسسات وحتى جمعيات بترونة في الجزائر أخذت بعض توصياتهم. وأشار الوزير منذ قليل أنه في سنة 2016 قانون المالية كله سيذهب إلى الاستثمار مستبعدا التجارة والاستيراد. الوزير الأول أيضا أكد أن الحكومة ستعمل على توفير الملائم للأعمال الجزائرية أعمال في الجزائر، خاصة فيما تعلق بالعقار الصناعي وتسهيل الاستثمار. وهو ما لمسناه في حديثه منذ قليل. ربما قانون مالي 2016 سنشاهد رؤى وآراء الفاعلين في القطاع الاقتصادي وخاصة الخبراء تثبت في الاقتصاد الوطني. نعم محمد، هل أنت في الاستماع؟ نعم أخي بيلا، تفضل. نعم محمد سعداوي، موفد تلفزيون النهار إلى جنان الميثاق، شكرا جزيلا لك. شكرا. هذا ويطرح اجتماع الحكومة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي العديد من التساؤلات حول مغزى ودلالات اختيار هذه الهيئة